وسهلا بيكم دكتور محمد نبيل، مدير مركز العلاج الطبيعي في نادي الاعلاميين. طبعا في الاول حابب اهني طلابنا المتفوقين واشكر مجلس اداره نادي الاعلاميين على الاحتفاليه الجميله اللي عملها لاولادنا المتفوقين بقياده استاذ طارق الشرباطي واعضاء المجلس جميعا. حابب انوه ان احنا عملنا حاجه بسيطه كده للمتفوقين، ميزان انبادي مجانا ليهم، وطبعا عشان الضغط اللي كنا فيه النهارده ما قدرناش ناخد ال 200 طالب المتفوقين، فباذن الله بنعرفكم ان انتوا العرض ده مستمر معانا حتى نهايه الشهر، تقدروا تنورونا مع اخصائي التغذيه الاستاذ الدكتور محمد رفعت. تعالى يا دكتور اتفضل، هيقدر يتكلم معاك ويفهمكوا احنا بنعمل ايه وايه فايده الام بادي بالنسبه لاي حد في الوقت ده وفي السن ده. طبعا في الاول حابب اهني كل الطلبه المتفوقين النهارده اللي احنا كرمناهم، وان شاء الله مستنيينكم كلكم تنورونا في المكان. ثانيا حابب اشكر دكتور محمد ان هو اتاح لي دي ان انا ابقى موجود في النادي. عياده التغذيه عندنا عياده كامله، من اول ما هتجينا هنبدا نحدد لك انت محتاج ايه، كل حاجه هتحتاجها، سواء ان انت محتاج نظام غذائي متكامل، عندك نقص في حاجات معينه احنا هنبدا نركز فيها ونبدا نزودها، محتاجين ننزل الجيم، احنا متوفر عندنا في النادي الحمد لله الجيم، هيبقى موجود معاك دكتور هو اللي بيتابعك معاك غير النظام الغذائي اللي انت هتمشي عليه. طبعا في ناس كتير بتيجي تكلمنا احنا محتاجين يا دكتور عمليات سمنه، ده كلام احنا هنتكلم فيه ان شاء الله اول ما تجولنا نبدا نحدد بالظبط احنا محتاجين ايه. نستناكم تنورونا ان شاء الله في المركز. دكتور محمد انا بشكرك يا دكتور والله حقيقي نورت نادي الاعلاميين ونورت مركز العلاج الطبيعي.